بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتي إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشاكو البنات، وشاكم وشرام الأحباء الأعزاء توعنا، لبس عليكم. الحمد لله، اليوم جيناكم بحديث من الأحاديث النووية. بسم الله على بركة الله، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. البنات، نبدأ إن شاء الله عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت بعدي فتنة أضل على الرجال من النساء. متفق عليه. والحديث التالي اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. والحديث الثالث لهذا اليوم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. هذه الأحاديث لهذا اليوم، ونخليكم على خير. ما تنساوش الأخوات، بختاجيو، ديروا البختاج يعني من فضلكم، وديروا لايك وشاركوا في التعاليق، حطوا لنا تعاليق، احنا ان شاء الله رانا نقدموا لكم. انتم كذلك ما تنسوناش بالتعاليق وباللايك وبالاشتراك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.